المواد سباق الذي ينتظره الجميع. 50 حرة. 50 حرة ولي تعرف يعرف مشاركة إذا الجزائري أسامة سحنون في الرواق الخامس بعدما كان سجل أحسن ثاني توقيت في الصبيحة في سباق التصفيات. وهو كذلك الأخت وهيبة كان حقق أحسن توقيت كذلك بالمناسبة في هذه السنة، وهو قدره 22 ثانية و13 جزء بالمئة. اسمح له أن هذا التوقيت أنه يكون متواجد في الرواق رقم خمسة بأحسن ثاني توقيت يؤهل في هذا السباق. إذا نتمنى أن أسامة سحنون طبعا يتدرب مع مدرب ألماني السيد ديرك لونتش. إذا دخول المتسابقين أو السباحين حسب الأروقة، في رواق الأول ساكتشي إمري من تركيا بعد ما كان سجل توقيت 22 ثانية و65 جزء من المئة. ذكر بأن كل السباحين يعني سجلوا توقيت 22 ثانية وبعض الأجزاء من المئة كفارق بين السباحين. بيلاز سيرجيو ماريوس من اليونان، في الرواق الثالث ديماتوس ريفيرو دريغو من البرتغال، 18 سنة لهذا السباح. في الرواق الرابع كل من كريستيان من اليونان، 29 سنة لهذا السباح اللي راح يحتفل اليوم بعيد ميلاده من مواليد 4 جويلية، وهو الخصم الأول للسباح أسامة سحنون. أسامة سحنون مع يلقى تحية الجمهور. أسامة سحنون 29 سنة، منذ سنة يتدرب بنادي شتوتغارت بألمانيا. إذا من البرتغال الميدا سيلفا ميغيل اللي راح يكون منافس أسامة سحنون، أيضا بوري ألكسندرو من إيطاليا في الرواق السابع، وبيرول جونيا أرتور من فرنسا في الرواق الثامن والأخير. السباق راح يكون سريع طبعا، وأصحاب الخبرة نشوف أن أغلب السباحين باستثناء السباح اللي يتواجد ديماتيو ريبيرو يعني تقريبا اللي هو عنده 18 سنة، كلهم سباحين أصحاب يعني خبرة، كلهم سباحين شاركوا في عدة بطولات. نظن أسامة اليوم إن شاء الله راح يفرحنا بميدالية، نتمنى أنها تكون من المعدن النفيس، خاصة راح يكون التنافس بينه وبين السباح اللي متواجد في الرواق رقم 4 قوي جدا. نظن هذا الشيء راح يساعد أسامة سحنون، وراح تكون المراقبة تاع السباح في رواق 4 سهلة بالنسبة له. إذن يلقى تشجيعات الجمهور اللي هو متعود، أسامة سحنون متعود على تواجد الجمهور، وهو صاحب الميدالية الفضية لألعاب طاراغونا الأخيرة بإسبانيا منذ 2018 على هذا السباق. إذن دخول السباقين من الجهة اليمنى للمسبح في انتظار إشارة انطلاق السباق من طرف الحكم الرئيسي. السباق راح يكون سريع التركيز. ينطلق السباق. ينطلق السباق وتقريبا يلا يا اسامه، انظر اسامه يحقق لنا. اسامه سحنون راح يتواجد اذا مع في مقدمه المجموعه مع الثلاثي كولمايف كريستيان وديماتيو ريبيرو دييغو. اسامه سحنون يتقدم. اسامه سحنون مركز ميدالية ثالثة، ميدالية في المركز الثالث. غولمايف كريستيان في المركز الأول من اليونان، أسامة سحنون في المركز الثالث، وديلميدا ميغيل من البرتغال في المركز الثالث. توقيت راح يظهر إذن ببعض الأجزاء من المئة. إذن كولمايف كريستيان من اليونان في المركز الأول ب 21 ثانية و 91 جزء من المئة. في المركز الثاني ديلميدا سيلفا ميغيل من البرتغال في ب 22 ثانية وجزء من المئة، بينما أسامة سحنون يتحصل على المركز الثالث ب 22 ثانية و 22 جزء من المئة، بينما يبقى النتيجة تبقى بعيدة ببعض الأجزاء من المئة عن الرقم القياسي للألعاب اللي يبقى في حوزة الفرنسي فريدريك
بوسكي منذ 2009 منذ دورة بيسكارا. وهو كذلك تمنينا أنه يكون فيها الذهب، ولكن ميدالية ثانية تضاف لسباحي المنتخب الوطني بفضل السباح أسامة، كما يقولوا كان سجل توقيت قدره 22 ثانية و22 جزء بالمئة، ميدالية ثانية كذلك راح نفرحوا بها. وشكرا للسباح أسامة سحنون على المجهود اللي قدموه في هذا السباق، كان سباق قوي. كنا تكلمنا على السباح اليوناني اللي كان حقق احسن توقيت في الفتره الصباحيه، ياكد كما يقولوا المستوى تاعه العالي في هذه البطوله ويحقق الميداليه الذهبيه. اسامه سحنون نذكر بانه انتقل منذ موسم منذ سنه الى عنده حوالي منذ سنه هو يدرب في فريق فرانكفورت في المانيا. نعم، مع المدرب دريك لانش اللي هو اللي حول لجنه دوليه لالعاب البحر الابيض المتوسط رفقة محمد حكيم بوغادو رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة. وسيطرت غلوكورمايف كريستيان على هذا السباق. إذن ميدالية برونزية لسحنون أسامة، مرتبة ثالثة، ميدالية برونزية على مسافة 50 متر سباحة حرة لأسامة سحنون من الجزائر تحت تشجيعات الجمهور. أسامة سحنون كانت خيبة أمل في الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو على سباق 100 متر و 50 متر، ولكن يعود إلى تدريجيا إلى مستواه، ويعد الجمهور الجزائري على أول 50 متر سباحة حرة. في المركز إذن الثاني الميدالية الفضية للبرتغالي دي الميدا سيلفا ميغيل بعد ما حصل على نتيجة 22 ثانية وجزء من المئة. والبطل المتوسطي، بطل حوض المتوسط في الدورة 19 بوهران، هو اليوناني غلوكومييف كريستيان اللي هو من أصل بلغاري ويحتفل اليوم بعيد ميلاده، يعني مولود في 4 جويليا ويحتفل بالميدالية الذهبية. إذن ميدالية ذهبية لغلوكومييف كريستيان، ويهدي لنفسه في يوم ميلاده الميدالية الذهبية، وهو كما قلت بلغاري الأصل ويحمل الجنسية اليونانية ويتنافس على خاصة في المسافات الطويلة، المسافات القصيرة عفوا. 29 سنة لهذا السباح، خبرة كبيرة، شارك في الألعاب الأولمبية بلندن وبريو أيضا وبالبطولات الأوروبية، وين تحصل على المركز الثاني. والآن نستمع إلى السلام الوطني لليونان. إذن بعد هذه الصور التذكارية لسباق 50 متر سباحة حرة رجال وفوز طبعا الجزائري أسامة سحنون بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية. راح نحضر إذن